الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. كلمات ما أنت واحد كسب سنت هاي. هل قيام الليل نفل مطلق أم محصور بعدد؟ قيام الليل ك أما رمضان هل دكادو أما غير كيس هل دكادو ما سنة مطلق أها نسوى سنة كوكبا عدد أن لغا بذكرين أم أن لغا يريكم وحلو بهي إلا فهمه محال يرى نفل مطلق نفل مطلق محيك ليهين النفل المطلق هي النفل المحصور بعدد وهؤليها له فقيه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى والفرق بين النفل المطلق وبين غيره أن الشارع لم يجعل له عددا وفوضه إلى خيرة المتعبد صاحبه تعريفي وأنا تعريف صحيحة وحولي هي نفل مطلقة هي متك أن مطلقة هين فرق يقول حيا وحوي شرعه متك مطلقة عدد وما أوصن سمعين متك مطلقة عدد وما عين وحو أدايي قفك متعبد كآخياتي انتو طانو هي كارتديسة وحكو حرانوية أما لكن نفلغ محصور بعدد أهوى متك عدد أوشاق شرعه سيدا مثلا صلاة الاستسقاء وكلا لا برحق عبا شرعه وحددي صلاة الكسوف مثلا لا برحق ركوع عبدا له أي أحددي شرعه متك أمرك ومحصور بعدد أن لقزي ذلك من عدد كاس مركا سنة هذين كيلا دكادو أما صلاة الليل كهذين كيلا دكادو ما نفل مطلق أها أوحى مشروعة قفك أنت أو دكادو إيا أنت أو كاريك هارو مثل عدد قوضا باجرة أو أن لقزي ذلك مثلا مسألة أسمك مهم جدا ويان سببتنا وحويان وحد أكرت بعض الناس إن أي بهان ونفل محصور بعدد وعدد كوي طبان كوكبا قفكي كوي طبان كبديانا خلق بكل عي هي شيء شرع أقلين وأن بناني مركة مسألة هذا الكذا وحا كينا مركة يعني وح إله سبحانه وتعالى أما رسول كيسا أما أهل العلم أي سن بدعك تلمامين أما أرهن أن مشروع أهين أي نكو تلمامين إن قف إنو هذا كو تلمام وبدع وشيء أن مشروع أهين وشيء أن بناني مركة أرهن كاسو أرهن سهلا معها شيء أي سوغنت هاي إنه شرعك كميد يهي هذا قف كتل المام إنه بدعي يهي وحا إما كارت أرين كاس إنه نقض حد قدو إيو غلو أن الله بحنا بدعونا ويكا إما كارتا مرمرنا حد قدو مرمرنا كقابل شرعي مركزنا حد قدو كنوا خلط كقابل تنوا خلط حقنا لبلاس برف يؤد حيا لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء لبلاس بلا أقول مرك ما دام بعض الناس أيضا هين كوي طبعا لقى بديا ما بنانا وحلقة مرمانا مرك إن مسألة داس لتناوله أو بل سيدا سلفك أي أركان مسألة داس لعرضيه سيان خلق لو قد عن او شرعي شيء اما بنان اما مشروع ان لو بهن وبدعة وانا اخي خطر وحاك لدوان الا يرادو شيء
فضل بدن وكانوا كفضل بدن يعني. هذه مسألة أخرى وأنا ما أظنها. لكن مده أن هذا الهينا وحوي يعني ما بنان تهاي كوي توان إن لقب بديه مشروع ميا مسه ووح أن بنانين أو أن مشروع أهين أو قفك كرد عانا وكرد عاي بدعاء أم خلق مده سويا يعني مده مركي أن كهب ليه. طيب جماهير أهل العلم قديما وحديثا سلفا وخلفا وحيليه صلاة الليل ونفل مطلقة حاجة مشروعية هي عدد كما قيل فيه صلاة الليل ونفل مطلقة وعدد كحرين كحرا قف إيه كركديسة قف إيه خير قوكيسة يضع اسكو خلافين مركع عدد كفضل قبضا لكن وحي مال اسلب لغان او اسكو وافقسينه إن أي تهي نفل مطلقة او انكو قومنين عدد معينة أنا كاسنا وحي ادلي شدين الكتاب والسنة والإجماع هذه لذا شرعية انت اصبقه مشهور سن اما او حق لمبضا كتاب واحد ان الله سبحانه وتعالى وابن إراده فقرأوا ما تيسر من فقرأوا ما تيسر من واحد ان فقرأوا بمعنى صلوا مركز صلوا ما تيسر منه انتي اتكري دين كدو كذا انتي دين فضو كدو كذا قراءة بمعنى الصلاة نواجرتها استعمال كاسو والله سبحانه وتعالى وهو يراه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر بالولجيلة مركا قراءة أنه بمعنى الصلاة بالولجيلة مركا صلوا ما تيسر ويا المعنيش انتي إذين فضوك دو كذا ما مركا وصيغة من صيغ العموم عدت أي قار كتها لما أرى فهي كلها كرتها سدح تضبع شن كوية طبعا سدح يلواتا صدن إيا السقال بقول هل بمن عدد كويتر كا هذه اللي قد أي عدد أو ويتر بي كلها كرتها عدد أي قار ما تأول عيسى أنا مجرم كل الأعداد يسكسي أي أبو دعيسا مركا قفكي دو كذا هل أما سدح أما شان أما تضبا أما قوي طبا أما سدح يطبا أما سدح يلواتا أما صدا إي سدح أما كبضا أما كير وها أوفلي أمرك إلهي أو أها فقرأوا ما تيسر منه إلا وحود كذي ما تيسر لنا أمرك إلهي قف لينا لما به كرا بدء فلي لأن أمر إلهي بدء فلي. طيب وهذا الحديث وبنت واكم ذا حديث تاس حديث الجماعة أو الحديث الذي رواه الجماعة أي وريين جماعة يعني البخاري ومسلم والأربعة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فالحديث كاس أفير صدى عبد الله بن عمر وليه نمبا ويدي رسولك صلى الله عليه وسلم صلاة الليل أيوه كوي صلاة الليل أيوه كوي. طيب
ما عدد بو ويدية وإما سميه ليه هاي مساء سيلو بكذا هو ليه هاي لبضو بوا محتمل لبضو بوا محتمل إنو عدد كي ويدين هاي إيا إنو كيف يدي ويدين هاي مرها دي ونان أقوانين كيف يدي عدد كينا ما يقانوها وهؤلاء الحافظ من حجر قد تبين من الجواب أن سؤال وقع عن عددها أو عن الفصل عن الفصل والوصل وهؤلاء الجواب ترسول قوم بحية وحا كم وقتا منك سؤال شيء سؤال إهاد وحكو صافسا عددك إمسا صلاة ليلك أيتا أمسه ما لك لا جوين هيا والله 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 ما لود كان هيا مسا ولا إسرائيل هيا مرك هدي أي نقطة سؤال عددك وويدين هيا نك سو عددك صلاة الليل ولي هاي جواب الرسول كثير مرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة ذهبينك ولابو لابو فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى هذه متكين وكعب صدو سيدا أودو كان هيا لابو 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 فجر كي وكعب صدو إنو سوكار فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة هذه وكعب صدو فجر كي يعني منك أمرك هذين كي ودان لابو لابو أودو كان هيا إيمس بدو كارا بقول وحكا بدن بدو كارا محي أرنت مركو كحرنتها مركو كعب سدو فجر كا سور لبا لبا قوة دو أيوه بدو كان هيا هال رقعو وقوة ترين يسا انتي أسود مركا حديثة معنى سوا عديها يعني قف كاس لبا لبا ودها يا هبين كيونا صلاة العشاء إلى قبيل الفجر لبا لبا ودها سيدا كعب جواب الرسول ما هو سبهن انت هزدك لكن محيري لبا لبا قوض إلى كعب ستو فجر امسال دوك كرامر من صلاة العشاء إلى الفجر قدير لبا 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 دوك لا حشر مركي فجر كعب ستو وحد كتابير هذي هل ركعو وقوة ترين يسا انتي هوري طيب حديث كاس مركة وكو دليل ويهي إقونا عددكو معتبر أهين قفك كرتيدي سوء أي معتبر انتو دكتر وهوري الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى ومحمد بن نصر من المروزي في كتاب الوتر وأبو بكر من المنذر في كتاب الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توتر بثلاث تشبه بصلاة المغرب ولكن أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك حديث أبو هريرة أولي رسوله صلى الله عليه وسلم هكو وثيرينينا سدع أبو أكين يسين صلاة المغرب كيف ياس مركا إن الغوثر الله مرهو لبرق أن توجه كذا التحيات أو أستاذ أو مثلا رك أكب سد حد أبو كذا أو سلام النقصد المغرب بأيو أكان إيسا حديث قروحه النهيي إن صلاة وثير كسد حد الله أكيسي مغرب لا توتروا بثلاث تشبه بصلاة المغرب ولكن أوتروا بخمس شمق وترى أو بسبع أم تضبع أو بتسع أم الصقال أو بإحدى عشرة ركعة مكوية طبعا حق عضو أو أكثر من ذلك أما أنت صح كبدا أنت صح كبدا المركة حقيقة استاقع يعني إليك استاقع يعني أو أكثر من ذلك حديث كاس بعض أهل العلم وضعيف يوهو يراهدي سنة كي سوحا كجران اللي يراهدو طاهر ابن عمرو ابن الربيع با كجرابو يرنكاسنا
ترجمني سواي مركا وها كلا دوان قفك إن لي راهدو مجهول على الجرنين هي إن لي راهدو ترجمني سان أركي واي وكلا دوان هدي زيد من الناس وترجمني سوايو عمر من الناس ترجمني سأركي كلا مركا حديث كاس منك وقضع في باهر ابن عمرو بن الربيع ضد كلابة ترجمة لسأركي وحال يراهبي دهان حبشي ابن عمرو بن الربيع وحال وحكوري أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة والحسن بن حبيب الدمشقي والحافظ محمد ابن أصم وهو ترجمي الحافظ خديب البغدادي في كتاب أوهام الجمع والتفريق والحافظ ابن معقولة في كتابه تهذيب مستمر الأوهام والحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب وهو حكوري الحافظ أبو يعقوب الإسرائيلي كتاب كيسة وأها المستخرج على صحيح مسلم وأو شرديي إنو كوريو أحاديث صحيحة كلمة منك أصبع مركا وحبلاً أحاديث بلنا وحكوريي الحافظ أبو يعقوب الإسفرايني وعن لي أبو عوانة الإسفرايني وإسكال المستخرج على صحيح مسلم إذن مركا منك طاهر بن عمرو بن الربيع اللي يراهدو حديث كاس بعض أهل العلم يكون ضعيفين غير كيس با ترجمة يسا قد الإستاغي وحينا دهان وانين لا يقانو حديث كاس النوحة صحيحي الحافظ محمد بن نصر المروزي في كتابه الوتر وها صحيحي الحافظ العراقي في طرح التفريق وها صحيح يا الإمام المقيم في إعلام المواقعين حديث كازمرك أفوت سنها يا إن أكثر من ذلك يعني كل تموحك بلان لغو التركرة أو أي أرن كاسو يا هاي أرن فران وهي أو أكثر من ذلك عدد أي قاعدة عيد ولا ما أركب بقولك أكثر من ذلك 50 وأكثر من ذلك 40 وأكثر من ذلك كله أرجع مركا عدد معين إنه سنجرين أو مشروع كله عرف بعض الصحابة يا سيدة صلى الله أركها يا وهو رجل الإمام الشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار عبد الرزاق في المصنف ومن طريقهم المنذر في الأوسط عن عتبة بن محمد بن الحارث أن عكرمة مولى بن عباس أخبره قال وفد بن عباس على معاوية بالشام فكان يسمران حتى شطر الليل فأكثر فشهد بن عباس مع معاوية العشاء الآخرة ذات ليلة في المقصورة فلما فرغ معاوية ركع ركعة واحدة ثم لم يزد عليها وأنا أنظر إليه قال فجئت ابن عباس فقلت له ألا أضحك من معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها قال أصاب أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء أثر كامرك أوريب الإمام الشافعي في المسند هي بيهقي طريق إيسى هي عبد الرزاق في المصنف هي أبو بكر المنذر في الأوسط طريق إيسى أكوري عن عقبة من محمد بن الحارث وحأوليها إكرمة مولى بن عباس هي أوليها ابن عباس با وفد او بحي معاوية او شام جوغه مدينه كتبي
شان بو اوغو تيري مركا هبينكي باي سو جيدا يان مركا عشاها دوكادان إلا هبينكا نسكي سلاك غاري شاكي سناي إلا وحكا بادان هبينكا نسكي لوقف أول هراتو معروف أها قرابة أها اسوي مادل واشاكي وحاوليه ابن عباس با مركا وهو حاضري أولاد كذي معاوية رضي الله عنه أشيه دمباء هذين ماذا كميدا في المقصورة أي كل كذي مقصورة من حيثها ومشكلة بلاتي وأي بليان بط وح اغتيال قبل كذي مقصورة وحويان بوريب وهل قل مساجد كده حديث كوي يعني يا كنت كذا ما لحظة كنت كذا مساجد كنت كذا حيالا وقل ما لحوينها ما ضدك ما لحظة كنت كذا مساجد كنت سكلا بيك عبصان هيان إني كنت كذا أرن كانت محاسة وكر لي اغتيالات بس وكر لي مركي عثمان وحال ليها عمر لو اغتيالي مساجد كده حديثة باكدب لغب الله ومعاوية رضي الله عنه وأسغنا ليس كده يي إلا ديلو bay marka amnigiisi iyo noloshiisi waxay kaliftay masaajidka inuu qol ka dhax sameeyo uu ku dukado waxana soo kordhiyay dhibaatadaas ikhtiyaalad aan sharci ahayn oo lagu dhax fuliyo meel aan loogu talagalin waxa lagu ikhtiyaalo masaajidka ilaahay oo kale tan marka maqsuuradii uu ku dukaday muawiya radiyallahu anhu ibn abbas maqsuuradii uu ku dukaday kula dukaday daruura ayaa tan waa daruura amniyeed oo qotay markii khaladaadkaas uu dhacay dadka khaladaadka ay sameeyaan baa waxaa ka dhala kara khaladaad sharci ah yaa khaladkaas sababay dadkii arintaas sababka u noqday baa sababay markii uu dhammaystay mucaawiya radiyallahu anhu salaadii cishaha ayuu hal rakac dukaday oo uusan ka ziyaadin waxa uu leeyahay أكرمة أنا في النهاية وعشي مركو كبها هل ركو عدو كذي ما كدو جي مركاس ابن عباس إماضي ولي أبني مركا هل ركو أني قوة ترعي كل يدو كان وهل يربو يراد عبد الله ابن عباس ميارا كقسم لين معاوي أرنك أوسمي وهل يقصر لصوما in weyn oo hal rag oo ku wataray oo waxba ka kordhin hal rag oo ayshii uu dukaday hal rag oo ku wataray oo uu san waxba ka ziyaadin jawaab ibn abbas fiir mar asaba ay bunayri ninka sawab buu sameeyay muawiya la yiraahdo asaba sax wax uu sameeyay waa sax laysa ahad minna a'lama min muawiya mid annaka naga mida oo mucaawiya ka aqoon badan ama ka og sharcigana ma jiro inamaa hiya waaxida witirku waa hal aw khamsu ama shan aw sabcun ama todob aw aktharu min dalik ama intaas wax ku badan qofku ma tiri karo ma dhihi karo intaas 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 kelimad wuxuu la yimaaday marka cadad kastaba keeni karo aw aktharu min dalik yuutiru bima shaa wuxuu ku watarahayaa inta uu doonayo isaga marka cadadku muxuu u laabanhayaa ikhtiyaaru almutacabbid aharkaa sanadkiisu waa xasan ayib ahar kale u wariyey cabdirasaaq fi lmusannaf can ibni jurayd an cataa qaal samictu min cabbaas yaquulu إذا أوتر من أول الليل فلا يشفع بركعة وصلى شفعا حتى يصبح قال ابن جريج فكان عطاء يفتي يقول إذا أوتر من أول الليل ثم استيقظ بعد فليصل شفعا حتى يصبح أثرك وحاوري عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج عن عطاء
وحاولي هاي عطاء ابن أبي رباح وأردق عبد الله بن عباس رضي الله عنه وتابع جليلة. علماء أفريكان كأهويان وتابعين كلهين تابعين عطاء ابن أبي رباح وحاولي هاي هدي وتره هذين كأول كيسة عبد الله بن عباس وصاص لها المغلوية هدي او وطاره هذين كأول كيسة قفقه يوسن وتركي هراء هل رقع انتو دوك هذا الشفع او قدقن لو حاجرة قفقه هدي اول ولي او دوك هذا او وطاره او جيفه او صاكعه مثلا هو يتران دوك هذي واو وتركيس هكذا سكرنا ما يستوي واجي فلي سيار ساعة وسواق عتمان ساعة قفت اسم واحد يقول لي هاي انتي شرع قوة تلقى لي واد وكتي صلاة دونك وما بنان مياري لي ساس مياري لي انتي شرع قوة وتلقى لي مي هو قفتا لا بحق احد امد فكرتي لكن هذا قرآن اخر سنة يسو أما أبناء التي أذكار سمعين يسوع الله يقول تعالى صاف من الليل ما يحصل هذه الأمة ضد كبها يقول يتوان كلي الدفا كرام مركب معنى يروح وعي إلى بهان نيو أنت شرع إله يقول تعالى قال واقف تاوح كلا صلاة أن أقول مفرا إلى فجر كلا يرجع لكن سلا صوحي إلى الأمة بل علماء المركب سلف فهسوا خلافين لا بس يوم ولا واحد بهان هل رأوا دكان هيا وتركوا هرياتو أيو شف إكادي هيا كدبنا صلاة بسكويد هيا مركي أيضا نغطى مركا إنو وحارو أيو وتر دكان هيا بي هل رأوا مركوا دكان أول نكوية تمن أي أهد ما بأسكو نغطى هيا يا صلاة مركا شف إيه نغطى شف إيه ويد هيا مركوا فجر في سورد وهذا وهل رأوا دكان هيا وفي أرنا مركا ولا سوح حسابي وترى أدم بي قال صاصين قال نوح ده ما وتر وعد ما ذي من السوء إليك صلاة هل ركع ولا ذي سلام نقصدي مت كلا وقوم كتب كلا ده وقوم كتب نيس وابلا ذي سلام نقصدي وانا جيف هذا قف سلام وكتب كلا وآخر سلام نقصدي واجيف هذا ويسيد لك برتي وسواك عي سلام وكتب كلا مرت وشف الأغذية كرافك عدي خارج صاص لم يجي لك كلا ده سورة قلنا معها صلاة نماتي أو ملقي قري لها نقوه قري هذا إن شف إلوه بديله سورة قلنا سيلي لها يا واحد هين مركا هل رح عيونا شف قلني يا سنة هدو كذا انتو كاري كارو إلا في جسر هجا ساس عبد الله بن عباس يا ركبة ساس مركا قبا وليا مركا عبد الله لا يشفع بركعة وصلى شفعا حتى يصبح شاف ابو دكان الى وابو كبري ابن جرير بوليه هي عطاء رحمه الله وهو فتوى جريس سو صوته وهو بوليه هي قف هدي او ترى هرينك اول كيسا او جيفد كذب او ساقع سويه له فليصلي شفع شاف ابو دكان حتى يصبح وها سوق بالزمن كان ضدها هي مارتي هدي قفك او دكادو صلاة الليل كاما تراوح دي او جيفادو مركلة صلاة لما دفكر او مركلة تهجد لما سميكر او مركلة صلاة لما صلاة لما دفكر هي شرع موافق سنة موابد وخلق وحجر ما وكان عبد الله بن عباس يقول لي مر لبعض هدار الى دكاتو هن قدرني وطير كي هرات الله لكن شفع قوة عطاء ورد جيسان هو لي حسدا سوكراتو عطاء جيفتو سوكعدو شفع قوة وطير كي هرات سكن قدرني وهكذا وري عبد الرزاق عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال إذا أوترت من أول الليل فصل شفعا حتى تصبح وسنة صحيح هذه آت وترتها لينك أول كيسة كذب الصوكع ودوني يسمرك إنا دكتو شخ إكلية دكتو مركز لا بركع الدكتو إلى قرن حتى تصبح
وهوري عبد الرزاق بسند صحيح قال قال عطاء ثلاث أحب إلي من واحدة وسبع أحب إلي من خمس وما كثر فهو أحب إلي. طيب وهو لي هاي عطاء بن أبي رباح سدح أيام كجعلها هل رقعوا تضبع أيام كجعل أمير الشم انتي بضان ايانا جعله جعله ميره وانا جعله انتي انت اسكسي بضان انت كبضان واق واقيبته وعددك عدد قوضان اثارت اثمرك وحي اي كفهمين سلفك وعا صلاة الليل كاين يسنكو قوضنين عدد معين اه وان لغا نقصان اما ان لغا زيادين أي هذا اللي يودي سكوها رائع هذا اللي مركز سلفك إيا خلفك قيمة كمدها سوى قادمين وهوري إصحاب ابن منصور إمام أحمد سؤالات بوليهي وإمام من أئمة السنة إصحاب ابن منصور وهوليهي قلت كم من ركعة يصلي في قيام رمضان أحمد بويدين هي سائل هو عالم وإمام مسؤول كنوى إمام أحمد بن حنبل رحمه الله سؤال شنو سؤال صريح أقول لي هاي إمي سارك أو أيود كان يا قيام كرمضان سؤال عدل قال قد قيل فيه ألوان جوابتي أحمد وحي نغطى مركز ذا وحال يريب لي هاي سيالك لدي الدول بقى اللي يريب لي أول شيء سيالة كالدجوان ألوان تسيالة يهبب كالدجوان يروى نحو من أربعين وحا لو ريبوا لي هاي وح أفرت الأدو يعني أفرت ركعات وقيام لي لودو كان أما تراويح لودو كان با لو ريبوا لي بعض التابعين بان سياسة ميجرتي كوي أفرت الركعات كجرتي رمضان وكان صحبي سيانا ما دون إنما هو تطوع جواب تمرك محل شاهد وإنتاس إنما هو تطوع سراب وسنة تطوع على روحي نفل مطلق إنما هو تطوع الترمذي وحليه قال أحمد هوي في هذا ألوان ولم يقض بشيء هذا الكاس وصونا كوره من الترمذي في جامعه وحليه أحمد وحويري أرن كان سيالك لدوان بالو وريي وحقو أصغو حكومي أما عدد أصغو ويري مركا عدد كاس كليها مجرى مجرى لم يقضي فيه بشيء لم يقضي بشيء. طيب الإمام الشافعي قول كيسا وحوليها رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة قال وأحب إلي 20 وكذلك يقومون بمكة قال وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي وإن أكثر الركوع والسجود فحسن. الإمام الشافعي يقول لي هاي وحان أركبوا لي هبتك إن أي استاغ هيا المدينة سقال إيا صدر تقعدون رمضان أي كد كان هيا المساجد كي النبي سقال إيا صدر تقعدون وانا وقتي سلف ما شاء الله سمعين عيانا ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قلمي يا مركة انتي مساجد في النبي كنت كنيسي كل قد ان اي اسقوا فقان ان اي كنت كذا المساجد في النبي صلاة بدعة لا يمكن حاشاهم ذلك. قال وكذلك يقومون بمكة وفي المركز أنا مسوي حاجة على مي لواطن
أنو سواء جعلناي لباتن سيدا أصلا غير مكا أيا أود كذبي هذا لباتن كهر مكا أود كذبي هذا مركا لباتن كهدا لدو كذب وقت جي شافعي وحل دو كجروي حرم قلنا لباتن يسد حالي أود كذب وقت جي شافعي كهر وقت آس أيا لدو كجر مركا لباتن حرم سورة قلما هسلاة دلقو هنا نغطي البدع لا يمكن ذلك وهو يرى هذه المركة وليس في شيء من هذا ضيق وحرير يا مركة وقصة أبسان أرنك عن صلاة قيام الليل كان مجرا ولا حد ينتهى إليه حد لغو استاغنا مجرا حد لغو استاغ عدد استاغ جوابتي وراء إمام أحمد وافق سيقول له لأنه نافلة اللهم حيث لأنه نافلة وهو يرى مركة هذه أي دارين قيامك ومركة أي ريان سجودها وهو ناكس تنوير عليك أرنك أصلا عمو جعلها كم فتك مركة هذا أيضا صلى الله عليه شافعيين يهين وصدح إلا ما ترك أنت دكذا لكسي وعن مد مد قاري كارينين وها خلاف سيهين هديه إمامك وحوليها إن أطال القيام وأقل السجود فحصل ساسا ولا سمبل وأنا الشيء صدى أن أجعل أجعلها أنا وأما أن أجعلان بلنا وإن أكثر الركوع والسجود فحسن هذه أي بضيان ركوع أي سجود أي بضيان ومرك أي ريان قيام كديرين كيس أنا وحسن كله وهي سوصة عن مرك كله حسن أما يري أما بضي كله حسن أرنك أطحك كيف فضل بلم ومسألة كري لكن كل قدوها يسوه صلى الله عليه وسلم كله حسن كله سنة طيب وقال يا رينا أمرين هيا أركا سنفتو جيني نابرين ضمين من أنت من هذا وبالله توفيق وصلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه وسلم